شباب اليوم نشرح طريقة إرسال دعوة لكل المعجبين بالمنشور. مثلا أنت من تنشر منشور على صفحتك، أكو ناس يسوون إعجاب على المنشور وهم ما مشتركين بالصفحة، ما مسوين إعجاب أو متابعة على الصفحة. فأنت شو تسوي؟ تروح تفتح المنشور وتزلهم دعوة الإعجاب بالصفحة، إنفايت. تسوي انفايت، هاي طريقة شوية صعبة يعني، واحد واحد تدس انفايت. فأكو طريقة ثانية يعني جديدة بالموقع مال الصفحات او تطبيق مالتهم، هذا اللي بيزنس سويت. تنزلونها من جوجل بلاي وتفتحونها، اول ما تفتحون تروحون على الاكسبلورر، هنا اكو انفايت فريندز، وجوات اكو سنت انفايتس. تختار هاي سنت انفايتس وتسوي سيلكت اول، طبعا اللي مسوي لوف ومسوي فاني تسوي نيكس سيلكت اول. هسه سنت انفايتس هيش تدس دعوة الإعجاب بالصفحة لكل الأصدقاء أو لكل واحد معجب بأحد منشوراتك. وطبعا هاي هم مال آخر 6 أشهر، invite people who reach to your Facebook posts at least 5، يعني آخر 8 أو 6 أشهر اللي مسوي أي إعجاب على يعني منشوراتك، تسوي سليك وتدز لهم الدعوة.